السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة هيكون عن طريقة عمل سورتية أطفال لعمر سنة ونص، بأسهل طريقة للمبتدئين. طبعا السورتية قطعة بتكمل شياكة الفستان ومهمة جدا للأعمار الصغيرة كمان. هعلمك ازاي تعمليه بسهولة. طبعا السورتيت ده اتعمل على فستان شرحناه الفيديو اللي فات، فستان طول منفوش الأطفال بدون باترون. هسيبلك اللينك في صندوق الوصف وفي أول كومنت. عملت السورتيت القمر ده بقى عشان نكمل الشياكة بتاعت الفستان وشياكة البنوتة. تعالوا اقولكوا عملت السورتيت ازاي. قصيت شريط من الستان نص وعشرين سنتي، يعني الطول كله 40 سنتي، وجزء تاني من الستان طوله 15 سنتي، وهطبق الشريط الطويل بالشكل ده وخيطه على المكنة من عند الحرف بالشكل ده، واجيب دبوس بتاع طرحة مثلا واحطه على الحرف بالشكل ده، وابدأ ادخله لجوه علشان اقلب الشريط ده بعد ما اتخيط على الوش. تمام، زي ما انتم شايفين كده قلبته على الوش، وبعد كده بكوي كويس. وزي ما عملت في الشريط الطويل بعمل في الشريط الصغير، بخيطه من الجهة دي على المكنة. تمام، واجيب دبوس كده واحطه على الحرف، وابدأ ادخل الدبوس لجوه علشان اقلبه على الوش. بفكركم ان انا هسيب لكم في صندوق الوصف كل حساباتنا على السوشيال ميديا، فيسبوك انستجرام وتيك توك. لو محتاجة اي استفسار تقدري تبعتي لنا رسالة على اي حساب فيهم. بعد ما قلبته على الوش حكوي برضو كويس. وبعد كده جبت استك طول 9 سنتي، انا ما كانش عندي استك بالعرض بتاع الشريط ده، فجبت قطعتين استك بالعرض الموجود عندي، وهجيب دبوس كده اشبك الاستك فيه وادخله جوه الشريط الصغير اللي انا خيطته زي ما انتم شايفين كده. لو عندك استك بالعرض ده خلاص بيبقى هو شريط واحد او استك واحد. تمام، ما عندكيش تصرفي زي ما انا اتصرفت كده. تمام، وبعد كده بتثبتي، بعد ما تدخليه بتثبتيه بدبوس عشان ما يتحركش لحد ما تدخلي الاستك التاني. تمام، زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده بتاخديه على المكنه وتثبتيه من الطرفين. الاول ثبتناه من طرف، بعد كده بظبط الاستك من جوه، وبعد كده بشده زي ما انتم شايفين، بشد الاستك علشان ابدا اخيطه من الطرف التاني. يعني مهم ما يكونش الاستك معوج من جوه ويكون مفروض كويس. تمام، وبتثبتي الاستك من الطرف التاني على المكنه بالشكل ده. وده بيكون شكله علشان يعمل توسيعة كده للسورتيت بحيث تقدري تدخليه في الراس بسهولة. وبعد كده بدخل طرف الستان ده جوه بالشكل ده، وبدخل طرف الجزء الصغير في النص بالشكل ده، باخده على المكنة وخيطه. تمام، والجنب التاني برضو بدخل الستان طرفه في الحرف بالشكل ده، وبدخل الجزء بتاع الأستك الطرف التاني منه في النص كده، باخده على المكنة وخيط. وده بيكون شكله بعد ما تقفل على المكنة وطبعا مكوي زي ما انتم شايفين كده الاستك ده للتوسيع. تمام، بعد كده بجيب جزء مربع كده بعرض 11 سنتي وبقفله على المكنة من كل الاتجاهات، وبسيب حتة كده صغيرة مفتوحة علشان اقدر اقلب المربع ده على الوش. تمام، زي ما انتم شايفين كده من الستان. تمام، وابدأ ادخل كده الزوايا بالمقص عشان افردها. زي ما انتم شايفين كده بقى عرضه بعد ما تخيط 8 سنتي، طول وعرض بنفس المقاس. هعمل نفس الشكل ده بس على مقاس اصغر من قماش قشر السمك، مربع كده قطعتين فوق بعض 9 سنتي عرض وطول، وهخيطه من كل الاتجاهات واسيب حتة كده مفتوحة علشان اقدر اقلب المربع ده على الوش. تمام، خيطه على المكنه زي ما انتم شايفين كده. لو اول مره تتابعينا بفكرك يسعدني اشتراكك معنا في القناه وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. زي ما انت شايفه انا قلبت المربع على الوش من الفتحه اللي انا سايباها في النص، وبالمقص كده ببدا افرد الزوايا.
وبعد كده هحط المربع الصغير في قلب المربع الكبير الستان، وهكشكشهم من النص بالشكل ده، واحط قطعة ستان كده في النص علشان اعمل الفيونكة القمر دي. الفيونكة دي هتكون بتاعت السورتيت. بعد كده هجيب شريط عريض من التلة، هطبقه كذا طبقة فوق بعض، واجيب مثلا البكرة الخيط كده عليها دايرة، وابدأ اعلم الدايرة دي بالمارك علشان تعمل العلامة ديت بتاعت الدايرة على التل. وبعد كده اخد المربع ده بتاع التل واخيط على قد الدايرة دي على المكنة، واجيب شريط طويل من التل عرض 5 سنتي، وابدأ كشكش الشريط من الحرف بالشكل ده على المكنة، تمام زي ما انتوا شايفين كده. وبعد ما خيطنا الدايره دي على المكنه، ببدا اقص زيادات اللي حواليها بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده ببدا اثبت شريط التل بعد ما تكشكش على طرف الدايره لحد جوه، يعني بتقعدي تلفي من بره لجوه كده لحد ما تخلصي الشريط اللي انت عملتيه كشكشه كده، تملي بيه الدايره دي، تمام زي ما انت شايفه كده بالظبط. وده شكلها بعد ما تخيط زي ما انتوا شايفين كده، تمام. والدايره بتبقى القاعده بتاعت التوكه دي، تمام. وبعد كده بجيب الفيونكه اللي احنا عملناها وبثبتها في النص كده، تمام. وبعد ما ثبتها في النص زي ما انتوا شايفين كده، هبدا اثبتها في السورتيت الستان، تمام. تثبتي بقى التلت والتلتين، شوفي الاتجاه اللي انت حابه تثبتي فيه، وتبدأي تحطيه وتثبتيه غرز كده مستخبيه. وده شكل السورتيت بعد ما خلص، قمر خالص وجميل قوي، نوع من نفس خامات الفستان، وبيدي كده بهجه للفستان لما بيبقى معاه السورتيت او الطوق بتاعه من نفس الخامه بتاعته. اتمنى تكون طريقته سهله وبسيطه معاكي، وتقدري تعمليه في كل الفساتين اللي انت هتعمليها لبنوتك او لزباينك. طبعا السورتيت ده انا بفضله للبيبيهات، يعني سنه سنتين. وده الفستان اللي احنا عملنا علشانه السورتيت، طبعا اتعمل بكل خطواته بدون باترون للمبتدئين زي ما قلت لكم، شرحناه الفيديو اللي فات، هسيب لك لينك الشرح التفصيلي للفستان خطوه بخطوه بدون باترون للمبتدئين في صندوق الوصف وفي اول كومنت. اتمنى طبعا تتابعي الشرح وتستفيدي منه، هتتعلمي من خلال فيديو الشرح للفستان ده طريقة القص والتقفيل باحترافية وبأسهل طريقة للمبتدئين. هعلمك كل الخطوات اللي تسهل عليك البدايات ان شاء الله، وتوصلك لنتيجة المحترفين. طبعا لو مهتمة بتفصيل فساتين الأطفال وحابة ده يكون مشروعك اللي دخلك أرباح كويسة تساعدك على الظروف الاقتصادية الصعبة اللي العالم كله بيمر بيها، فبنصحك بتفصيل فساتين الأطفال طبعا كمشروع في بداية طريقك، وتتابعي قائمة تفصيل فساتين أطفال على قناتنا. إن شاء الله مش هتحتاجي تاخدي كورسات خارجية، لأن احنا هنشرح كل خطوات القص والتقفيل بدون باترون، وهنسهل عليكي كل الخطوات إن شاء الله اللي تبدأي بيها مشروعك. ولو في أي استفسار تقدري تتابعينا وتبعتي لنا الرسالة على صفحتنا في الفيسبوك فاشون سلينكي، اعملي لايك ومتابعة للصفحة وكمان انستجرام. كل اللينكات هتلاقيها في صندوق الوصف تحت الفيديو، طبعا يسعدنا متابعتك. ولو في اي استفسار برضو سيبي كومنت، يسعدني رأيك دايما، واتمنى اسهل عليكي البدايات واسهل عليكي كل خطوات التفصيل والقص في كل الموديلات اللي هتنفذيها معانا. زي ما قلت لك هسيب لك لينك الشرح التفصيلي للفستان في اول كومنت وفي صندوق الوصف، وهسيب لك كمان لينك قائمه تشغيل فساتين اطفال في صندوق الوصف علشان تقدري توصلي لها بسهوله. تقدري تعدلي على اي موديل احنا نفذناه في قائمه تشغيل فساتين اطفال، بحيث انك تقربي من الموديل اللي هيطلب منك سواء لزباينك او لبنوتك، تمام. يعني عايزه تعملي 7 من الظهر، عايزه تقفليه، عايزه تخليه بكم او بدون كم، الطول والحاجات دي كلها تعديلات ممكن تعمليها على اي موديل.
بس الأساسي معانا هو طريقة التقفيل. الفينش مهم جدا جدا في تحديد قيمة عملك، وعلى أساسه بتحددي سعرك كمان المناسب لشغلك ومجهودك. ملكيش دعوة بغيرك بياخد كام، انتي شوفي قيمي شغلك، انتي بذلت فيه مجهود قد ايه، وطريقة التقفيل فيها جودة قد ايه، وعلى أساس كده بتحددي قيمة شغلك. ما تنسيش تفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد.